الله شحال توحشت لداري. وييه قدات علينا الغربة. والله إلا ما كاينش بحال البلاد. سيدي حماد أجي تشوف شنو بحال بانت لي شي شقة كبيرة هنايا نو. سي شقة كبيرة هادي. سي كبيرة بزاف مادري ميا تقدر تطيح نضر هادي. شو غدا جيب المعلم بالي. بالي لا وعدي قبل ما نجلسو خصنا نعملو كونترول على الدار. ها شوف ديك الشقة راهي شفتيها فين هي كتبان لك ياك. ما كيبان لي والو غنقول لك كتبان لي. وهاديك عاد صلحنا العام اللي فات. نو ديك معلم اللي جبتي العام اللي فات ما عجبنيش جيب شي معلم اخر بالي. بالي صافي نجيبو معلم اخر. الناس يجيو يدوزو الفاكونس في المساريه وحنا ندوزوها في الشقايق. سيدي حماد العام ديك الطواليطه كنا زلجناها العام اللي فات ياك شني بان لك نعاودو للزلج ما بقاش يعجبني. واخا لا ليا قدام نعيط للزلج. سيدي حماد اسيدي حماد هنا هنا بينا كي بور فابور. ها انا كي هاد لاكوسينه ما بقاتش عاجباني هنايا شني بان لك نرجعوا لاكوسينه في الصالون وفي الصالون نرجعوا في لاكوسينه. وهيدا كانت في الاول ماشي العام اللي فات عاد رجعنا لاكوسينه هنا. ايوا هاد العام نرجعوها بلاصه فين كانت والعام ماشي عاود نرجعوها هنايا شمي شغل عندنا حنايا. لا ما عندنا شغل يا ربي شحال ما رزقتيني بيه. واشو عيط دابا المعلم د الزليج والمعلم د القوادس والمعلم د البني والمعلم د الضو اكد عليهم بلي غادي يجيو بالي. يلا انا غنمشي نشوف اذا بقى شي شقه ولا شي نبشه ما شفتهاش. يلا لالا الياقوت ها المعلميه جاو قول لهم يبداو انا غنعدل لهم الكافي. صافي واخ شني هاد الصداع هذا ياك ما ديك الجيران د اوروبا جاو. والله الا هما ما غنشوفوش النعاس من هنا شهرين. ديالاش هذا الطقطيق شكون اللي يصلح الدار عاود صحاب الجاليه جاو مشى النعاس صافي. ها هي العجب علاش هاد الناس هادو ما لاعيوش بالصليح هما عاد صلحوا الدار العام اللي فات كاش عيط عليهم فلوس ولا هانتينا كنشوف ولا ما هادي شهرين هي القليله ما نشوفوش النعاس معاهم. ما في نوم بعد اليوم ما في نوم يلا نمشيو عند عزيزه. عزيزك غتصبر علينا غير سيمانه وتجري علينا وندوزو معاها غير سيمانه ومن تما ندوزو عند خالتي منانه. وخالتك منانه ماشي في داره راها مشات المسنانه. وحصله هادي واش من حاصله نمشي نشري الغلاقه. هانتي يا ماما غنجلسو مع عزيزه سيمانه ومن تماك غندوزو عند عمتي فاطمه 15 يوم. انا جلس مع عمتك فاطمه 15 يوم كنبغيتي تدوز الحرب العالميه الثالثه ولا نسيت انتينا ما كتفاهمش معاها اذا مسحوها. وعم شويه شتي ما طيحوا علينا الدار ديالنا. هما يصلحوا الدار ديالهم وحنا ايش قلنا الدار ديالنا تبقى تقطر علينا في الشتاء. اجي شني بان لك نمشيو عند بنت خالتك اللي في برانس. شكون هي صافيه؟ لا والو هذاك عند العواول بزاف لا يديروا مع الضيوف فيهم الصداع. والله ما الصداع ديال العواول ولا هذا الطقطق هذا. لا والو عرفتي يا ماما انتي باينه عجبك صداع انا غنمشي نجمع حوايجي ونمشي عند عزيزه. وما تخليني بحديتي امشي شري غلاقات من فارماسي واجي نقصو في الدار ديالنا. لا والو الغلاقات كيقنطوني صافي انا مشيت. عزيزه زيده بنتي انا هنايا. الله يرضى عليك يا بنتي. ايوا عزيزه كيفتيني لاباس عليك كتبان صحيحه. لاباس الحمد لله يا بنتي يمك لاباس عليها في فين هي ما جاتش. لاباس عليها الحمد لله عزيزه هي كانت مجه غير قالت ما تخليش بابو حليتو معاه هو خدام. ايوا مزيان الله يرضى عليها تقابل راجل احسن. انا عزيزه جيت نجلس معك واحد الشهر اذا قبلتي عليا. مرحبا بك انتي مرحبا بك. حيت عزيزه ديك الجيران ديالنا اللي في اوروبا جاو وكيصلحوا الدار. ايوا عرفتي ما بقيناش كنشوفو معاهم النعاس مره لا بالليل لا بالنهار. شنو هذا ياك ما عزيزه حتى انتي ديك الجيران ديالك اللي في اوروبا جاو. انتي لا كتشوفي بنتي صدعوا لي الراس ديالي بالتاكيد وانا مرا كبيره وخصني نرتاح. بصح عزيزه عندك الحق على الاقل بعدا يخدموا غير نص نهار ملي كيبداو من 7 د الصباح الى حتى انا الليل ما كنرتاحوا معاهم لا بالليل ولا بالنهار. ها انتي اسمع اوعدي هادوك ترى
الدار من الجيران ديالنا. واصلا هادي واش من حصلة؟ اش عندك هالعيلة رجعتي؟ حتى عزيزة جبرت عندها الجيران كيصلحو. وافو جبتي هالغلقات في يدك بعد؟ ما خصنيش. هادي الحرب ماشي البنين.